داهمت الشرطة البرازيلية مزرعة تعتقد أنها مرتبطة بعصابة مسؤولة عن تهريب فصائل محمية من الطيور البرية. تم ربط هذا التحقيق بعملية ثاندر، حملة عالمية سنوية يدعمها الانتربول للتصدي لجرائم الحياة البرية والغابات. ولقد أسفرت سلسلة العمليات تلك عن مصادرة ما يزيد عن 7000 فصيلة محمية واعتقال أكثر من 3500 معتاد. عادة ما تمتد جرائم الحياة البرية عبر العديد من الحدود الدولية، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى نهج دولي في الانتربول. يعمل برنامج الأمن البيئي لدينا مع البلدان الأعضاء لمنع وتحديد وإيقاف جرائم الحياة البرية، وعلى تفكيك المجموعات الإجرامية المنظمة خلفها. نقدم دعم التحقيقات ونساعد الدول بأدوات وتقنيات الطب الشرعي التي يحتاجونها للمساعدة في حل الجريمة. وعندما نتحقق من أسماء المشتبه بهم في قواعد بياناتنا، عادة ما نجد نفس الأسماء مرتبطة بجرائم أخرى خطيرة وبجرائم اقتصادية مثل تزوير المستندات والتهرب من الضرائب والاحتيال وغسيل الأموال. شبكات تهريب الحياة البرية على الأرض والبحر والجو تستخدم في تهريب المخدرات والسلاح وحتى البشر. يقدر حجم تجارة الحياة البرية بحوالي 20 مليار دولار أمريكي سنوياً. إنها تدفع العديد من الفصائل إلى حافة الانقراض، مهددة حياة وصحة الإنسان. الجريمة البيئية هي جريمة تؤثر علينا جميعاً، ولهذا الانتربول مهتم للغاية بمحاربتها. الانتربول يربط قوى الطبيعة